انا اخو الطالب، انا اخو الشهيد عمر شريف عبد الوهاب، كان اصابته اخويا كان في كليه هندسه، مجزره كليه هندسه. بدايه الحكايه ان في مدرعات الشرطه كانوا عاملين مسيرتهم معايا في كليه هندسه. مدرعات الشرطه دخلت على الكليه، وفي اصحاب عمر الطالبات فضلوا واقف على باب الكليه عشان يدخل البنات جوه. وهو فضل واقف يدخل البنات، بيبص ورا عشان يقفل الباب، لقى ضابط من قوات الامن ضربه في وشه في الخرطوش، جه صاب وقع في الارض. وبعد ما اخدوه المفروض يحطوه في عربيه الاسعاف، حطوه ساعتها في مدرعة الشرطه. هم اصلا كان معاهم عربيه اسعاف بس حطوهم في مدرعة الشرطه. وبعدها ودوه مستشفى الطلبه. مستشفى الطلبة ما لقوش معايا ولا بطاقة ولا كارنيه جامعة ولا الموبايل بتاعي، كله اتاخد منه. وبعدها نقلوه، ما لقوش معايا حاجة، نقلوه مستشفى الميري. ومستشفى الميري رحنا قابلناه، كان ساعتها كان مورف دمه، كان حاطينه حاجات تنفس، جهاز تنفس. رحنا هناك قالوا لنا هم عاوزين دم. كان ساعتها محتاج دم، فصيلة الدم بتاعته او سالب نيجاتيف. فصيلة الدم بتاعت اخوها كان او سالب نيجاتيف. فضلنا نلف على اسكندريه كلها، مستشفيات اسكندريه، مبرمة الاعصاب اسكندريه كلها، فضلنا نلف عليها عشان نلاقي الفصيله دي. ما لناش الفصيله دي خالص، مفيش الفصيله دي خالص، مش عارف باين. بعدها تاني يوم قالوا كان في كيس دم، لقيناه كيس دم واحد فضل في جسمه 12 ساعه. كيس الدم لما يجي يدخل، لما تعلقه البتاع ويدخل في جسمه، يفضل في الجسم الواحد، يدخل في الجسم 12 ساعه. فضل بعدها تاني يوم فتحنا باب التبرع في مستشفى الشاطبي، والحمد لله في اليوم ده في ناس كتير قوي جت اتبرعت. وصلنا في اليوم ده 150 كيس دم، 150 دم من نفس الفصيلة. وهو كان ساعتها من يوم مجزرة هندسة لغاية امبارح كل ده كان في غيبوبة، ولا صحي ولا بيتكلم ولا أي حاجة، كان في غيبوبة. وقلبه كل ما يشيلوا الحاجات اللي على قلبه عشان يجي ينقلوه يودوه العمليات قلبه بيقف. كل ما يشيلوا الجهاز على قلبه كل حاجة قلبه بيقف. بعديها فضل في غيبوبة. بعديها في ناس جت اتبرعت، وفي واحدة كاتبة قالت لي اللي هي جت اتبرعت جوه المستشفى، راحت عشان تعمل الفصيلة. واحد من الدكتور اللي هناك قال لها فصيلتك مش نفس فصيلة عمر، الفصيلة بتاعتك مش نفس الفصيلة. في نفس الوقت قال لها فصيلتك مش نفس الفصيلة. بعدها راحت اتبرعت في مركز ثاني، لقت ان الفصيلة نفس فصيلة عمر بالظبط، وسالب نيجاتيف بالظبط، هي دي اللي احنا كنا عايزينها. بس كده. امبارح استشهد خلاص. بس قدام الكلية عشان يجيب حق، وقف قدام كلية هندسة. وحتى هم أصلا مش عارف دخل عليهم ازاي، هو أصلا مطلعش ولا وقف طريق ولا عمل أي حاجة، ده هو قدام الكلية، دخلوا قدام الكلية. بعدها في غيبوبة وامبارح استشهد، واحنا فرحانين اللي هو استشهد، مش زعلانين، هو فرحانين اللي هو استشهد. انا ابويا اول ما عرف فرح اللي هو استشهد، فرح امي فرحت كده كده اصلا، هو عند ربنا. بس